هايدي، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم. رح نحكي عن موضوع كتير مهم، هو التداخل الدوائي. كثير بنسمع انه ممكن هيدا الدواء ما فيكي تاخذيه اذا عم تاخذي دواء معين، لانه ممكن يعمل تداخل دوائي، يعمل بعض الاثار الصحيه الجانبيه على هيدا الشخص، وكثير بنسمع عن بعض الدكاتره. صحيح نور، اليوم بظل زياده استخدام الادويه اللي بتصرف بدون وصفه طبيه، صحيح. واعتقاد كثير من الناس انه هذا الشيء امن، لكن مثل ما بنعرف انه تفاعل الادويه مع ادويه اخرى، هذا التفاعل ممكن يؤدي لاعراض ومضاعفات ممكن تكون خطيره على صحه الجسم. لنحكي اكثر اليوم مشاهدينا عن مفهوم التداخل الدوائي، اعراضه واسبابه وطرق علاجه. بيسعدنا وبيرحبنا انه تكون ضيفتنا الدكتوره هاله شاهين، دكتوره في كليه الصيدله. صباح الخير دكتوره. يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا، وصباح المشاهدين. يسعد صباحك دكتورتنا الجميله. خلينا نحكي معك، نعرف التداخل الدوائي اول شيء كطبيا شو هو لكثير من الناس، وكثير بنسمع انه لانه نحن للاسف في عنا عرف كثير من الناس تاخذ ادويه دون تمام. استشاره طبيب، وبتشوفيها عادي انه مثلا هذا الدواء منيح انا بجيبه جارتي او اختي او حدا من العيله فانا باخذه بدون استشاره. خلينا نشكركم، انا بشكركم على طرح هذا الموضوع، لانه مثل ما تفضلتي نحن ما بنعرف عموم الناس ما بتعرف موضوع التداخل، ولا بيخطر ببالها انه هن ممكن من دوايين كثير بسيطين يصير في عندهم تداخل كثير. صحيح. هلا بالتعريف خلينا نقول التداخل الدوائي هو عندما تؤثر ماده فعاله بدواء معين على ماده فعاله بدواء ثاني لما بيتاخذوا مع بعض. هذا التاثير ما بين المادتين يتظاهر بعده اشكال، ممكن يكون فعل نحن بنسميه فعل تآزر، بمعنى انه المادتين بيقووا بعض، او قد يكون فعل تضاد بمعنى انه المادتين بيعاكسوا بعض بالمفعول، بالتالي واحده منهم بتبطل مفعول الثانيه. والطريقه الثالثه ليتظاهر هذا الفعل هو بانه احدى المادتين تغير من استقلاب الماده الثانيه. طبعا هذا التداخل الدوائي عاده او بالمفهوم العام هو دواء مع دواء، لكن نحن ممكن بيدخل تحت هذا العنوان تداخل دواء مع غذاء حتى، وتداخل دواء مع مرض موجود عند الشخص. يعني فينا نقول دكتورة أنه هاي أنواع التداخل الدوائي؟ تمام، التداخلات الدوائية هي بالاسم تداخلات دوائية، لكن برجع بقلك هي قد يكون دواء مع دواء، قد يكون دواء مع غذاء، وقد يكون دواء مع حالة مرضية موجودة عند الشخص. الأمثلة كتير كبيرة. طبعا مفهوم التداخلات الدوائية مفهوم كتير كبير، إذا بدنا نقعد نحكي بالتفصيل عنه بدنا سنين لحتى نحكي. كل دواء قد ما كان آمن له تداخل مع دواء آخر. طب خلينا نحكي عن الحالات الشائعة، يعني أنت كدكتورة اليوم في عندنا حالات شائعة بالمطلق، لأنه هي عموم بعض التصرفات هي بتشبه بعضها، فالأخطاء الشائعة بالتداخل الدوائي، لأنه أنا مرة مثلا سمعت أنه في دواء انشرب بدل ما ينشرب مع المي مثلا، في حدا عم يشرب مشروب معين قام دغري يشربه، قام عمل تداخل دوائي، يعني حتى صحيح. مع المشروب بيعمل حسب نوعية المشروب بتأثر عليه. هلا خلينا ننوه على فكرة أنت ذكرتيها، هلأ شرب الدواء لازم يكون دائما مع الماء. صحيح، وبحرارة الغرفة، لا ماء ساخن مثلا أنه مشروب ساخن، ولا بارد جدا، ماء بحرارة معتدلة، لأنه الماء هو درجة حموضته معتدلة، فبالتالي ما بيتفاعل مع الأدوية. عادة الناس ممكن تأخذ مع عصير، والحموضة درجة الحموضة كتير بتأثر أحيانا على تأثير الدواء، على تفككه، على استقلابه، على تأثيره، فبالتالي دائما شرب الدواء خلينا نركز مع الماء. هلأ أنت عم تقولي لي الحالات الشائعة، طبعا نحن الشائع أكثر شيء هو الأشياء اللي بتاخذها العالم يوميا، الفيتامينات، المكملات الغذائية، المعادن. هدول خلينا ننبه العالم على طرائق أو كيف ممكن يتداخلوا مع أدوية تانية. حأذكر لك أمثلة بسيطة، مثلا العالم يلي عندها فقر دم بعوز الحديد، وهذا كتير شائع وكتير بنشوفه خاصة عند الصبايا بعمر الشباب، بعمر يعني أعمار صغيرة كتير بيصير عندهم فقر دم بعوز الحديد. لازم ننتبه أنه نحن وقت بناخد حديد لنتعالج من فقر الدم بعوز الحديد المفروض ما ناخذ معه اي مركب يحتوي على الكالسيوم، لانه اذا اخذناهم مع بعض الكالسيوم يعيق من امتصاص الحديد. صحيح. فبالتالي ما رح يستفيد الجسم من الحديد اللي عم نتناوله. طيب. على العكس اذا نحن عم نتعالج بالحديد المفروض انه ناخذ معه اي شيء حامضي، مثلا فيتامين سي او اي
غذاء يحتوي على حمض، لأنه الوسط الحامضي يرفع أو يزيد بشكل كتير كبير من امتصاص الحديد اللي نحن عم نتناوله للعلاج. لهيك يمكن بموروثنا القديم أهالينا الأكلات اللي فيها حديد دائما بيكون فيها عصرة ليمونة، صحيح، ملوخية ولا سبانخ ولا كل القصص اللي فيها حديد دائما في معها عصرة ليمونة. ما بعرف إذا هني كانوا يعرفوا إنه هذا الوسط الحامضي هو مفيد لحتى نستفيد من الحديد اللي موجود بهاي الأكلة. طيب دكتور، وقيسي على هالقياس. التداخلات الدوائية مو كلياتها مضرة. أحيانا نحن خلال الصناعة خلال تصنيع الدواء نحن نعمل مشاركة ما بين دوائين لحتى نعمل فعل تآزر ما بين المادتين، نقوي مفعول الدواء. مثال عليها، وقت نضيف نحن الكوديين على الباراسيتامول لنحصل على مفعول مسكن قوي جدا. استفدنا هون، قوينا المفعولين مع بعض لما ضفناهم وعملنا تداخل دوائي بيناتهم. فإذا هي مو دائما مضرة، قد تكون مضرة وغالبا هي مضرة، لكن أحيانا نحن بنلجأ لها وبنستفيد من هذا الفعل اللي عم بيحصل. طيب دكتورة، اليوم إذا بدنا نحكي على الأعراض اللي ممكن تظهر على الحالة الصحية للشخص، شو فينا نقول إذا صار في تداخل بالأدوية؟ الحقيقة التداخلات الدوائية مو دائما تتظاهر بأعراض. صحيح. على المدى البعيد نحن بننتبه إنه صار في تداخل. قلة من الحالات اللي نحن ممكن نلاحظ إنه صار في تداخل مباشر، إنما نحن التداخلات خاصة بحالات التضاد، يعني وقت اللي مادة عم تبطل مفعول مادة تانية، هي منشوفها على المدى البعيد. حأعمل لك مثال بسيط. الأشخاص يلي عم بيتناولوا أو عندهم ضغط مرتفع عم بياخدوا أدوية خافضة للضغط، تمام؟ صار عنده حالة زكام، فبلش ياخد أدوية الرشح. أدوية الرشح المضادة للاحتقان، المواد المضادة للاحتقان كلياتها رافعة على الضغط. صحيح. فهو عم بياخد دواء الضغط، لكن عم بياخد دواء الرشح معه. يوم يومين ثلاثة رح يلاحظ انه ضغطه ما عاد ينزل. السبب انه المادتين تعاكسوا بالمفعول مع بعض. بس ما اثر بشكل سلبي، بايجابي. مو بشكل سلبي، لكن نحن السلبي حيظهر مع المدى. أيوة. لانه هو طالما ضل ضغطه مرتفع ما عاد ينزل نتيجه استخدام خافض الضغط، اذا هو ممكن الضغط المرتفع اللي استمر لعده ايام يعمل له مشاكل على المدى البعيد. ايضا وقت بنقول نحن انه شخص عم ياخذ مميعات للدم، صح، واخذ معها اي نوع من انواع مضادات الالتهاب غير استيرويديه مثل الاسبرين مثلا، مثل اي شيء من هالمركبات اللي هي ايضا لها مفعول مميع، هون رح يصير التأثير المميع شديد جدا. قد يتعرض الشخص لنزوف بدون ما يحس انه هو صار في عنده زمن نزف كثير طويل. ما عاد الدم، اي جرح بيصير عنده ما عاد الدم يوقف ببساطه او بسهوله او بوقت قصير. اذا التداخلات الدوائيه هي مو دائما تتظاهر باعراض فعلا هي ملحوظة بلحظتها، إنما على المدى البعيد بنكشفها. وهي نقطة كثير مهمة، لهيك يجب فعليا أخذ أي دواء ممنوع منعاً باتاً إلا باستشارة الطبيب. بس كثير بنسمع نحن مثلا عندنا بالبيت إنه في حالات، يعني بتعرفي كبار بالسن دائما في عندهم ضغط أو سكري، بتلاقينا نحن ملتزمين بالحمية الغذائية أساسا مشان ضبط حالة المرض. بس في بعض الملاحظات مثلا والمحاذير إنه اللي عنده مرض السكري ممنوع ياخذ هذا الدواء أو هذا الدواء. خلينا نسلط على النقطة، كثير مهمة، لأنه بتعمل تداخلات والناس ما كثير بتعرفها. صحيح. خصوصا الكبار، لأنه الكبار ما كثير بيسمعوا الكلمة، بيعذبوك شوي، وهن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالتداخلات الدوائية. دائما الأشخاص بعمر متقدم أو الأشخاص يلي عندهم أمراض مزمنة وبياخذوا مجموعة كوليكسيون من الأدوية. صحيح. مثلا بتلاقي هو مريض سكري وضغط ومثلا ربو ممكن. صحيح. يكون فبياخذ مجموعة كثير كبيرة من الأدوية. هلا بداية هدول الأشخاص لازم قبل ما يستعملوا أي دواء او قبل لما بيروحوا على الطبيب ياخذوا معهم كل الادويه اللي هن عم يتناولوها، ويورجوا الطبيب قبل ما يضيف لهم اي دواء ثاني معهم لحتى الطبيب يبلش ينبههم على التداخلات اللي ممكن تصير. لازم ننبه مثلا الاشخاص اللي عم ياخذوا ادويه ضغط انه مثل ما قلنا ادويه الزكام ممنوع ياخذوها لانه بتعمل لهم زياده في ارتفاع جميع الضغط. انواع الزكام. صحيح. كل الانواع. مضادات الالتهاب غير استيرويديه مثل البروفين، مثل الديكلوفيناك، مثل هالقصص ايضا هي لها مفعول رافع للضغط لانه هي بتعمل احتباس سوائل بالجسم. فبالتالي ايضا مرضى الضغط ممنوع ياخذوا مضادات التهاب غير استيرويديه الا بحالات الضروره القصوى وتحت اشراف طبيب. الكورتيزون ايضا هو من الادويه التي بتعمل احتباس سوائل بالجسم، فايضا هي رافعه للضغط والا مفعول ايضا رافع للسكر. فايضا مريض السكر ممنوع ياخذ
الكورتيزون لانه هو رح يزيد عنده ارتفاع السكر. طيب دكتور، بما انه اليوم عم نحكي عن مرضى الضغط، مثلا اذا كان عندهم رشح بتلاقيهم بيلجؤوا لزهورات العشبيه مثل مثلا الزعتر البري، بنعرف انه الزعتر البري بيرفع كمان الضغط، فهل هذا الشيء ممكن يحصل تداخل وقتها مع الادويه؟ هلا لما نحن عم نحكي على زهورات، انت كم كاسه بدك تشربي بالنهار زهورات؟ صحيح. الكميه بسيطه، ما رح يكون التآثر بيناتهم كثير قوي، عرفتي كيف؟ انما اكيد الشخص اذا والله بده 6-7 كاسات زعتر بالنهار، اي ممكن يتضرر حتما مثله مثل اي دواء ثاني عم ياخذه. نحن يوم نستعمل الزهورات العشبيه نحن عم ناخذها كرمال المواد الفعاله اللي موجوده فيها. بس برجع بقول لك، نحن بناخذ كاسه او ممكن كاستين بالنهار كلياته، وبيكون التركيز ممدد، ما لح كثير ياثر على الحاله الصحيه اللي عند صحيح المريض. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن التداخلات الدوائيه للاطفال. هي النقطه كمان كثير مهمه اذا بنشير الى، لانه دائما الام هي بتكون طبيبه طفله، يعني كمان الاستشاره بتكون قليله، ممكن تقول لك رشح او زكام، وممكن الطفل يكون عنده مشاكل صحيه فتاثر تعمل تداخلات. شو التداخلات الشائعه عند الاطفال ممكن تحصل، او يمكن هي اكثر يعني كدكتوره انت بتتعاملي معها؟ هلا بالاجمال الاطفال شوي الوضع اسلم من البالغين. صحيح. والسبب انه لسه الانزيمات بجسمهم فعاله بقمه نشاطها، فبالتالي المناعة اعلى، فورا استقلاب الادويه بيكون سريع عندهم، ما كثير بيخضعوا. زائد انه نحن الطفل انت ما كثير بتعطيه انواع من الادويه، ما الا صحيح. اذا عنده حاله مرضيه معينه. لا، ممكن يقول لك الطفل اللي عنده ربو بعض الادويه ما بيصير. هلا اللي عندهم ربو، نحن معروف انه الاسبرين لا يعطى تحت عمر 12 سنه، لانه بيعمل اللي بيسموها متلازمه ري، اللي هي لها علاقه بالتنفس، ممكن يعمل ضيق تنفس شديد ويؤدي الى الوفاه. فتحت عمر 12 سنه الاطفال ما بياخذوا اسبرين، ممنوع ياخذوا اسبرين مشان ما يصير معهم متلازمه ري. بالنسبه للاطفال، نحن الماكسيموم اللي ممكن ياخذوه هو الفيتامينات، ممكن وقت بيضعفوا الانتيبيوتيك اللي هو لازم يتم التقيد بتعليمات الطبيب، الجرعه ومده الاستعمال ما نتجاوزها اكثر. ممكن ياخذوا مضادات التهاب غير استيرويديه، شربات مثل البروفين، مثل خافضات الحراره السيتامول. بيبقى انواع الادويه اللي هن عم ياخذوها نوعا ما اسلم من البالغين. التداخلات خطيرة أكثر عند البالغين، لأنه مثل ما قلنا الأنزيمات بتبلش بخف عملها، وظائف الكبد والكلى اللي هي المواضع الأساسية لاستقلاب الأدوية ما بتعود بتقوم بعملها بالشكل الأمثل، وبكون كمية الأدوية اللي عم ياخدوها المتناولة فيها تنوعات أكبر. صحيح. فبالتالي مجال التداخلات بيكون أكبر. طيب دكتورة، اليوم الأهل لما يستهتروا بهذا الموضوع، مثلا طفلهم صار عنده استفراغ، ممكن يقولوا أنه خلص خد كاسة الزهورات أي شيء دفي حالك، هون ما ممكن يكون عارض لمرض أخطر؟ قديش مهم اليوم استشارة الطبيب مهما كان الأمر؟ نحن هذا اللي دائما بننبه عليه، أنه رجاء لا تستعملوا أي دواء قبل سؤال طبيب، أو على الأقل أقرب صيدلي موجود لنا. يعني نحن اليوم ما في شارع إلا في أكثر من صيدلية. صحيح. صيدلية واحدة أكثر من صيدلية. فحتى الأشياء البسيطة، الحالات البسيطة مثل ما تفضلتي، حتى الاستفراغ، أنه حالة استفراغ أو حالة وجع وبطن، يكون في شيء بالزايد، رجاء لا تستخدموا أي دواء من عندكم، أو لا تعالجوا الحالة من عندكم قبل ما تستشيروا على الأقل الصيدلية اللي موجود جنب البيت. لأنه مثل ما تفضلتي، هذا العرض قد يكون عارض لأشياء كتير أكبر نحن بنكون غافلين عنها. عادة نحن بنطلب من الأم أنه يكون في مجموعة أدوية أساسية موجودة بالمنزل. صحيح. أدوية للغثيان، للإقياء، للحساسية. لكن مع ذلك حتى هدول الأدوية اللي نحن ممكن نعتبرهم سليمين لا تعطي الطفل قبل ما تستشيري أي حدا مختص. طيب دكتورة، حكينا يمكن عن التداخلات الدوائية بما يخص أمراض الضغط، خلينا نحكي عن السكري. بما أنه نحن عم نحكي عن التداخلات الدوائية قديش ممكن تأثر، وهي أكثر تأثيرا مثل ما قلنا عند البالغين وعند كبار السن، شو هي التداخلات الدوائية مع فينا نقول دواء السكري؟ يعني كل الكبار اللي بياخذوا دواء سكري ممكن هي نعطيهم بعض الملاحظات. هلا بالنسبه لمرضى السكري، دائما المفروض ما ياخذوا اي شراب يحتوي على سكر. عاده شربات السعله او شربات مختلفه الانواع احيانا تحلى بالسكر. صحيح. فلازم الانتباه بانه اي دواء شراب بدهم ياخذوه ما يكون محتوي على السكر. في عنا مثلا بالنسبه لمرضى السكري ماده الجلوكوزامين اللي هي بتنعطى للمفاصل. كبار السن كثير بيوصفوا لهم ماده الجلوكوزامين لحتى يعمل ليونه للمفاصل. الجلوكوزامين على المدى البعيد هو رافع للسكر.
حتى الأشخاص أحياناً عم نلاحظ إنه بيكون ما عنده سكر بس استخدام الجلوكوزامين على المدى الطويل بيرجع عم بيلاحظ إنه لما بيعمل تحليل سكر بلش يطلع عنده. إذا مرضى السكر بننبههم إنه الجلوكوزامين ممنوع ياخدوا لأنه هذا رح يعمل عندهم ارتفاع للسكر. عادة مرضى السكر مريض السكر لا تخافي هو لحاله بيبلش بيضبط أموره لأنه هو بيبقى عم بيشعر بميزان جسمه. طيب المتممات الغذائية، يعني نحن بنعرف أنه في فيتامينات دائما تأخذ دون استشارة الطبيب ومتممات غذائية ممكن تأثر، تعمل تداخلات دوائية مع كبار السن اللي عندهم مثلا كوليسترول أو عندهم مرض سكري أو عندهم مرض ضغط. هلأ برجع بقلك كل حالة بحالتها، في ناس ايه بيصير عندهم من المكملات الغذائيه نتيجه الجرعه الزائده اللي بتصير. احيانا تناول الفيتامينات العشوائي هو مضر اكثر منه يكون فعال او يكون مفيد. وهون نسالك دكتوره، انه تناول الادويه بطريقه عشوائيه او بطريقه متكرره، هل هذا الشيء عن جد بيقتل الجراثيم المفيده بالجسم بيترك الضاره؟ هذا بالنسبه للخبر اكيد بالنسبه للصادات الحيويه صار مثبت عالميا وصار هو مثل ما بيقولوا الخطر القادم. يعني حاليا اصناف كثيره من الجراثيم لم تعد مستجيبه للصادات الحيويه ابدا نتيجه الاستخدام العشوائي لها. ومنظمه الصحه العالميه من فتره قالت اذا بيضل الوضع هيك، اذا ما بيصير في تدارك لهذا الموضوع، بعام 2050 10 مليون انسان حول العالم رح يموتوا فقط من المقاومه الجرثوميه اللي هي نتجت عن الاستخدام العشوائي للادويه. مو بس الصادات الحيويه، اي دواء نحن عم ننادي دائما انه رجاء الاستخدام العشوائي له مشاكل كبيره. رح اعطيكي مثال كثير بسيط. فيتامين اي يلي هو يؤخذ عاده لصحه العيون ولصحه الجلد، فيتامين العالم بتتخيل انه هو فيتامين وهو مفيد، بيتاخذ للناس اللي عندها ضعف نظر، مشاكل بالبصر. الاستخدام العشوائي له بما انه هو من الفيتامينات الذوابه بالدسم ما بينطرح من الجسم بسهوله، يتراكم، فاستخدامه العشوائي بيؤدي الى حالات من العمى. يعني نحن عم ناخده لنفيد النظر لكن هو الاستخدام العشوائي له قد يفقدنا النظر تماما. هذا مثال بسيط عم بذكره. فبالتالي اي دواء حتى السيتامول، قديش السيتامول امن وما في بيت يخلو من السيتامول، ناخده بكثره يوميا تماما، بس حتى السيتامول جرعته اليوميه هي 3 جرام يعني 6 حبات يوميا. تجاوز هذه الجرعة بيؤدي إلى تضرر الكبد وبيؤدي إلى سمية كبدية ممكن يوقف الكبد عن العمل. إذا حتى أكثر الأدوية أمانا، حتى الفيتامينات، حتى المكملات الغذائية، استخدام العشوائي سيء جدا، المفروض ما ناخدها قبل ما نستشير أخصائي. طيب دكتورة خلينا نحكي عن فعالية الدواء أو صلاحية الدواء. كثير من الأهالي عندهم صيدلية صغيرة مثل ما قلتي موجودة بالبيت، وأحيانا بيغفلوا عن نقطة أنه هيدا الدواء له صلاحية، مو فقط الصلاحية المكتوبة على الدواء. صحيح. لما أفتح أنا العلبة هون في صلاحية كمان محددة بعيدا عن تاريخ الإنتاج، خلينا ننوه على هي النقطة لأنه كثير من الأهالي بيغفلوا عنها. هلأ حفظ الأدوية الحقيقة المكان الأمثل لحتى نحفظ فيه الأدوية في المنزل أن يكون مكان بارد بحرارة الغرفة، خلينا مو إنه بارد كتير، ومظلم بعيد عن أي مصدر حراري. يعني ما بنحفظ أدوية لا بالمطبخ ولا بالحمام. للأسف إنه نحن كتير أحيانا نشوف العالم عاملين صيدلية أو خزانة الأدوية بالحمام جوا أو بالمطبخ جنب الغاز يلي هو في حرارة عالية. تمام؟ إذا لازم يكون بمكان بارد مظلم، أكيد بعيد عن متناول يد الأطفال. هلأ موضوع الصلاحية اللي هي مذكورة على العلب الدوائية تعني أن الشركة المصنعة تضمن فعالية هذا الدواء 100% لحد هذا التاريخ. هذا لا يعني أنه بعد هذا التاريخ أصبح هو فاسد تماما، إنما بيفقد جزء من فعاليته. صحيح. فعالية. تمام؟ طبعا فقدان الفعالية مرتبط بمدى حفظه السليم خلال فترة سريان صلاحيته. يعني نحن إذا تاريخ الصلاحية ساري نحن حفظناه خلال هالفترة بشروط مسلمة مثل ما قلنا بمكان بارد ومظلم، أنا بضمن أنه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية ممكن ضل عم بستخدمه لأنه فقدان الفعالية رح يكون بسيط. في بعض الأدوية إذا فتحناها لفترة معينة مثل الأطرات العينية، الأطرات العينية هي بشكل أساسي هي الوحيدة اللي نحن لما بنفتحها مجرد ما فتحناها بنعيش شهر ومنكبها. صح. تمام؟ لو إن شاء الله استعملناها مرة واحدة، لأنه الأطرات العينية هي وسط عقيم جدا يجب أن يبقى عقيم، ومجرد نحن فتحناه
تماسه مع الهواء معناته دخل جراثيم للوسط، فنحن بعد شهر اجباري بدنا نتلفه. في عندنا كمان مضادات لالتهاب الشربات اللي بياخذوها الاطفال. صحيح. يلي بتنحل تجي بودره ومعها مي بتنحل ضمن المي وبتنحفز، هي ماكسيموم الاستخدام تبعها هو 14 يوم وبعد منها اكيد بدنا نتلفها ما بنحتفظ فيها لانه بتفسد، ولو كان باقي لسه نصها ربعها ما نقول لا بخبيها، لا اجباري بدنا نكبها. طيب وايضا حتى عفوا الشربات، الشربات بيبقى كل شراب مكتوب عليه بعد ما ينفتح قديش لازم نحفظه كيف لازم نحفظه، لذلك كثير بنطلب من المرضى انه وقت بتجيبوا اي دواء على البيت اقروا النشره. ما في اقروها، هي مشكلتهم، هي نقطه كثير مهمه، هي كثير اساسيه انه احنا اي دواء دخل على البيت المفروض نقرا النشره الموفقه معه لنعرف شروط التخزين كيف لازم نحفظه لنضمن استمرار فعاليته. اليوم اي دكتور لما يعطي وصفه طبيه لاي شخص مريض ممكن يقول له مثلا هذا الدواء لازم تاخذه بعد الطعام، وكثير من اليوم ما بينتبه لهذا الامر، ما بيكون واعي له، وهذا الشيء ممكن يسبب قرحه بالمعده، قديش ممكن ياثر هذا الموضوع؟ كثير ممكن ياثر، مو بس موضوع القرحه، في ادويه حتى اذا اخذتيها مع الاكل تماما مع الاكل ما بتحصلي على فعاليتها. هلا الحديد مثلا لازم تاخذيه على معده مليانه، بس ما بتاخذيه مع الاكل مباشره، لانه اذا اخذتيه مع الاكل مباشره لقوا العلماء انه بخف 40% من فعاليته. مثل ما تفضلتي في الادويه اللي بترفع كثير من حموضه الوسط الهضمي مثل مضادات الالتهاب غير ستيرويديه، اذا اخذناها بعيد عن الاكل مثل ما تفضلتي رح نحصل على قرحه، رح يصير عندنا قرحه معديه. في انواع من الصادات الحيويه المفروض ناخذها قبل الاكل بساعتين او بعد الاكل بساعتين لحتى نحصل على ذروه الفعاليه. اذا المفروض ان نتقيد بالتعليمات اللي عم يعطينا اياها الطبيب، يعني نحن الطبيب اكيد مو من عنده او مو فزلكي عم بيقلنا والله خذوها قبل الاكل ولا بعد الاكل، هو بيعرف انه هذا الوقت الامثل لنحصل على افضل فعاليه للدواء. صح، ويمكن في كثير من النقاط حاولنا نضوي عليها خلال حديثنا معك دكتوره، مع انه هي نقاط بسيطه. صحيح. يعني بديهيه، بس يتم الانتباه لها وموقع تماماً. هي الاخطاء الشائعه اللي بنسمع للاسف رغم كل التطور انه مثلا قراءه النشره المرفقه مع الدواء، اي دواء بيدخل على قراءه النشره التداخل الدوائي. صحيح، مده الصلاحيه، مكان الصيدليه، خلينا كثير بيأثروا. خلينا نعطي بعض النصائح بالختام لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، لانه فعليا باخر 10 سنوات حتى الدراسات تقول انه حتى في سوريا عم يتم اخذ ادويه خصوصا المسكنات بنسبه عاليه دون استشاره الطبيب. تماما. قديش مهم اليوم نستشير الطبيب باي دواء حتى لو كان مسكن بنسبه الجرعه؟ قديش نحن بنعرف مثلا 500 600 700 1000 بيقول لك لا لسه، يعني في ناس هلا بتقول لك 500 ما بتاثر اعطيني عيار 1000، يعني هي اخطاء شائعه بنسمع تماماً. للاسف بشكل مستمر. فخلينا لو سريعا بعض النصائح المهمه ممكن هيك تستوقف الاهالي خصوصا اليوم. أهم نصيحة نحن أنه قبل ما ناخد أي دواء أو إذا نحن رايحين نستشير الطبيب لحالة مرضية ونحن عادة في عنا أدوية مزمنة عم ناخدها، ناخد معنا كل الأدوية ونورجيه للطبيب قبل ما يوصف لنا دواء جديد لحتى يعرف الطبيب أنه هذا دواء ممكن عم يتداخل مع الأدوية اللي نحن عم ناخدها أو لا. وأكيد اليوم ما لح أقول للناس أنه كل ما صار معكم أو كل ما كنت تاخدوا دواء راجعوا الطبيب نتيجة الحالة الاقتصادية، بس أنا بقلكم اي حاره اي شارع اي في مكان صيدلية. في على الاقل مو بس صيدليه، اكثر من صيدليه. صحيح. رجاء ما تستخدموا اي دواء ولا تستسهلوا بالموضوع، استشيروا الصيدلي اللي موجود جنب المنزل، هو اقدر انه ينبهكم لسلامه تناولكم للدواء وشو الاضرار الجانبيه الناجمه عنه. شكرا كثير لك دكتوره هلا شاهين، دكتوره في كليه الصيدله. شكراً لك دكتورة، سعيدين كنا بوجودك، دائماً في معلومات جديدة ومفيدة برفقتك. تسلمي. صباحاً شكراً كثير لك. شكراً.